لم يعد أمامنا سوى مباراة واحدة، ولذا لزم علينا التركيز الشديد والمكثف، واقتربنا من اللحظات الفاصلة. إنها مباراة عظيمة وممتعة، أتاحت لنا الفرصة لنظهر شخصيتنا الكروية. بدأت المباراة بضغط أزعجنا بعض الشيء، لكننا سيطرنا على كل شيء بإحكام وفوزنا. سنفتقد غياب كوليبالي لأنه لعب كل مباراة بداية البطولة، وهو من أعظم المدافعين، وسنستبدله بمدافع آخر حسب ما يراه المدرب مناسبا. نطالب المشجعين أن ينسقوا بينهم البعض، وأن يواصلوا التشجيع بنفس النشاط، وأن يظلوا ورائنا لنفوز ونسعد.